بنظرات تختزل الكثير من الألم والأمل تقابلك تمني ابنة الأعوام السبعة نظرات تقول لك الكثير وإن لم تنطق بحرف تمني طفلة المولودة بإعاقة خلقية جعلتها مختلفة عن الآخرين في إيحاءات عينيها يبدو الحزن أكبر من سنوات عمرها السبع واش تغلب الأجر اليوم يسعى الصراح وساعة مشي الصراحة ظلينا ظلي تبكي عسى ما شو تحصل فيها بالمدرسة ما شي عواف ما شي أكل يعني ما تخرج ولا شي غلاش عاش معوقة يعقدوها بيدين قصيرتين وأصابع غير مكتملة النمو في أسرة يحاصرها الفقر وحدها تحاول رسم بداية مختلفة لقصتها عن البداية التي يريدها المجتمع تتشبث بأحلامها وتحاول كتابة الحروف على دفاترها والوقوف أمام زميلاتها متحدية بذلك الكلمات التي قد تسمعها وهي ممسكة القلم بيديها المفروض يكون لهم رعاية خاصة من الدولة يعني زي دفاتر زي شنطة أو حقيبة مدرسية بملتزماتها كامل لازم تقدم لهذون الحالات مع تمني ولدت الإرادة كما خلقت الإعاقة وتبدو الإرادة واضحة عليها ويرافقها الأمل واضحا في روحها المشبعة بالكثير من الأحلام لطفي إبراهيم قناة بلقيس أبيان